أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبوكة. النهاردة يا جماعة هنتكلم على الهيترات المختلفة في جميع الأجهزة المنزلية اللي بنستخدمها في بيوتها، وإيه أسباب تلفها وأسباب تلفها المتكرر. هنمسك أول حاجة كده يا جماعة الدفايات. طبعا الدفايات معروفة، الشمعة بتاعت الدفاية اللي هي الأنبوب الأبيض دوت، ومن داخله سلك زي ده كده اللي هو نيكل كروم، عشان نضمن إن الهيتر ما يبصي أول ما نركبه. عايز حاجات، يعني أول حاجة إن تكون المكوة ذات نفسها وهي لسه جاية تكون بعنصر ضابط حراري، فيها ثرموستات لضبط الحرارة، وفيها عنصر أمان بحيث لو ارتفعت حرارة الدفاية أكتر منها تعمل عملية فصل للدفاية وما تتحرقش مثلا اللي هو الهيتر بتاع السخان. في اسفل بعض الدفايات اللي هي زي دي كده يا جماعه، اهو زي دي كده اللي هي اللي بنقول عليها اللي هي التركي، في هنا في اسفل الرجل، وفي كتير منها، في كتير زيها يعني. في هنا مفتاح ريلي، زي ريلي كده بشريحتين، اما بدوس هنا كده بيوصل كهرباء للدفاية، ولما سيبها بيفصل الدفاية، وده عنصر أمان. فأهم حاجة يا جماعة عشان نحافظ على الدفاية أو إن اللي هو الشمعة تتحرق بتاعت الدفاية، إن يكون فيها ضابط حرارة على درجة حرارة معينة، علشان السخونية ما توصلش لدرجات كبيرة الهيترات ما تبوظهاش. تاني حاجة يبقى تحت، يعني لو الدفاية وقعت تفصل كهرباء، لأن أثناء تشغيل الدفاية والهيترات دي بتبقى سخنة خالص، بتبقى الأسلاك دي أو النيكل كروم ده في حالة ليونة وسيولة جامدة جدا، ممكن يتقطع. فيجب تحقيق أما أجي أشتريها أعمل الحاجتين دولك. طيب لو أنا في حالة بقى إن أنا غيرت الشمعية وجبت جبت سلك سنج زي دوك اللي هو النيكل كروم، وانا لفيت الشمعية من الداخل بالسلك ده، لازم اراعي حاجات. اولا ان انا ما شدش السلك جامد واقصره، لازم تبقى اكون مقاومته زي المقاومه اللي موجوده فيه، وما اقللش المقاومه، ومثلا ما يعني مثلا السلك بيجي قد كده، ما اروح ما اعملش حته صغيره كده، او ما اعملش مثلا تلتينه واختصر كده، هيتوهج جامد وهيبقى فرصه تلف اسرع. فطبعا لازم لما اجيب سلك اجيبه قد السلك، قد الشمعيه كلها، وانا اثناء ما اجي بحط السلك التنجستين في الزجاج دوك او الشمع، يا دوبك جماعه حاجه بسيطه كده بفريده، حاجه بسيطه بحيث الحلقات دي ما تلمسش في بعض، زي ما احنا بصوا يا جماعه زي بالطريقه دي كده، بحيث الحلقه دي ما تلمسش في دي، ما تلمسش في اللي بعديها، فكده لو لمست في بعض انا بقلل المقاومه الكليه لبتاع السلك ده، والسلك ممكن يبقى فرصه تلفه اسرع وهتتوهج اسرع، وغير كده هيحمل على السلك الاساسي اللي هو بتاع التوصيلات من الداخل اللي هو السلك الكهربائي، فكده غلط. اعمل الحاجات دي وهتعيش معاك باذن الله. بالنسبه لاسباب يا جماعه تلف هيترات المكاوي، احنا هنقول يجي 7 اجهزه. سبب تلف هيترات المكاوي، طبعا الهيترات اللي بتبقى فيها جايه مع المكنه مع المكوه، وبتبقى ساعات الحديثه بقى منها دلوقتي بقت مطبوخه. لو هي مش من نوع المطبوخ اللي هو بيتغير، اما اجي اغيرها اولا سبب التلف ان هي ما في الترموستات بتبوظ. طبعا لما الترموستات بتبوظ ما بتتحكمش في درجه الحراره للمكوى، ممكن تزيد الى درجات كبيره، وممكن تساح المكوى ذات نفسها. بيبقى في المكوى يا جماعه عنصر حراري صغير كده عامل زي المقاومه بطرفين في طريق الجهد اللي واصل لايه
للسخان. طبعا ده عنصر حراري حتى لا ممكن نقول بنضحي بيه عن السخان في حالة ايه، ان السخان وصل لدرجة حرارة كبيرة وسحب كهرباء من خلاله، فده عنصر حراري او فيوز حراري. طبعا لما بني اما في حالة ان هو مثلا اللي هو بيتخلع ده، النوع اللي هو عامل زي حدو الحصان ده، هو في حالة ما بيتخلع اجيب واحد اصلي، ما جيبش من اللي بتصنع على الايد دوت وصناعة اي كلام، لان ده هيعجل ببوظانه برضه، واحيانا بيكون ضعيف ما بيبقاش ايه ما بيبقاش حرارته عالية. فالاحسن اجيب حاجة موثوق منها اصلية اصلية اصلية. طبعا بالنسبة للافران، الافران اللي هي اللي بتشغل بالكهرباء، اما بجيب برضه سبب تلفها سواء اللي فوق واللي تلفها تلف كامل، ان الكهرباء بتمر فيها وبتسخن الى درجة كبيرة. طبعا العنصر الاساسي اللي بيتلفها هو الثرموستات اللي بتلفها هي، ممكن تتوقف نتيجة مثلا ايه مفتاح التبديل، يعني تتوقف عن الشغل بس هي سليمة. واحيانا لما بتتلف يا جماعة وممكن يكون شغال اللي هو الهيتر بتاعها بيكهرب الايه، بيكهرب الجسم المعدني اللي بره، لان العزل داخل المواسير بتاعت الهيترات بتبقى يعني زي ما تقولوا كده مفيش عزل، فالجسم ده اللي هو الهيتر اللي السخان ده بيلمس في الجسم. طبعا زي ما قلت كل الهيترات يا جماعه، نسيت اقول ان جميع الهيترات بتشتغل بنفس الفكره دي، اللي هي النيكل كروم، الماده اللي هي بتسخن جامد يعني بتتوهج نتيجه مرور التيار الكهربي فيها. في حاجه تانية يا جماعه، طبعا لو باظت الهيترات بتاعت الافران بيتم تغييرها، بيتغيروا الاثنين مع بعض اللي تحت او اللي فوق مع بعض لانهم شغالين على التوالي. طبعا يا جماعه لما اغير الهيترات في نوع كويس وفي نوع مصري. النوع اللي هو كويس بيبقى اسود زي ما تقول كده، زي ما يقول ايه غامق شويه، اسود غامق. اما النوع التاني اللي هو بيتعمل تحت السلم ده فهو نوع ارخص وناره هاديه، ناره مش شديده، تلاقيه ضعيف ما بيعملش الاكل بسهوله، فده ما تجيبوش. الاحسن انك تجيب اللي هو اللي بقولك عليه، اللي هو الاحسن اللي هو يمكن ليا فيديو قبل كده عنه تشوفوه في الافران. في حاجه تانية يا جماعه، تلف المواقد يا جماعه اللي هي عباره عن عين واحده، وبنجيب احنا السلك وبنلفه على هيئه دوائر كده داخله. المواقد دي يا جماعه مصنوعه برضو من سلك النيكل كروم، بيبقى بوات اعلى من ده. طبعا لما اجي طبعا السبب الاساسي لتلفها ممكن طبعا عد التصاق الايه التصاق برضو الالتصاق بتاع الدوائر دي، او ان انا بقصر منه، او حاجة تانية ان انا ما يعني ادلق عليه مية، ممكن اثناء سخونيته وادلق عليه مية هيتحرق وهيعمل قفلة فيه. طبعا ده شيء غلط وخطر. حاجة تانية بتخليها يتلف ان انا اقصر السلك، ابقى انا جايب السلك وشده جامد ونفس الحكاية أقصر منه فيتوهج جامد، ويمكن البعض يفرح يقولك إيه ده بيسخن جامد. لا أنت كده هتعجل بحرقه وممكن تحرقه وأنت بعد ما تركبه على طول. طبعا في حاجة تاني، ياريت لو في ثرموستات أو حاجة تتحكم في درجة حرارته هيبقى كويس. تاني حاجة يبقى الوش اللي فوق ده معزول، يعني عليه حاجة كده زي صاج، يعني حاجة تمنع تدلق عليه مية. تاني حاجة يكون السلك ده ما يوصلوش مية وغير متلامس الدوائر مع بعض، ده يخليه يعيش أكتر. طبعا الهيترات بتاعت الكاتلات نفس الحكاية، سلك تنجستين مصورة واخدة شكل معين من الداخل معزول بمادة عزلة. طبعا عارفين الكاتلات لو انت ما حطيتش فيها مية بتتهرق، رغم ان انا شفت بعيني كاتلات قعدت يومين
فصلت منه الميه، يعني انا ذات نفسي نسيته، حاطط عليه ميه ونسيته ومشيت، وجيت تاني يوم بشوفه لقيته في حاله تشغيل والهيتر ما باص. وصراحه رغم ان الثرموستات اللي فيه ما بتفصلش، يعني الثرموستات انا مشغله دايركت كده، بعمل عليه زي شاي كده في الشغل، فلقيته ما باص. فمن اكتر الحاجات اللي انا استغربت لها في حياتي اني توقعت ان هلاقيه محروق، لكن ما لقيتوش محروق. فطبعا عرفت ان دي ماركه 100 100 وغاليه كمان، يعني غاليه. ففي هيترات ما بتتحرقش، لكن اغلبيه اللي هي الصيني لو قطعت عنه الميه وما فيهوش الثرموستات شغاله عشان تفصله بعد وصول درجه الحراره اللي هي تخليه يفصل، بيتحرق على طول. طبعا الحاجات اللي بتفصل الهيتر ده او بتبوظ الهيتر بتاع الكتلات اغلبها سببها الهيتر السخان، المفتاح ما بيفصلش اللي فوق، فشغال على طول، فطبعا مش هيستحمل الشغل. واحيانا اللي فوق يفصل وفي ثرموستات تحت ما بتفصلش. المفروض الثرموستات اللي تحت دي حماية، اول ما يوصل لدرجة حرارة اعلى من الحرارة المصمم عليها الكاتل او الهيتر بتاع الكاتل، المفروض تفصل الكاتل هي كمان عشان دي حماية. فاكتر حاجة بتحرق الهيترات بتاعت الكاتلات هو المفتاح بتاع الفصل او الثرموستات اللي هو ما بيفصلش، او احنا ننسى الهيتر، ننسى الماء، يعني ننسى والمية ايه تنشف فيه، طبعا لانه معمول مقاومته قليلة، مقاومة السلك اللي فيه عشان يسخن بسرعة. الصينيين عايزينه ايه، يعني تحط الحاجة تروح سخنة على طول ويفصل، فطبعا ده برضو غلط. يعني يعني يا ريت ما حبس الحكاية ديك، انا عايزه حتى لو نسيت انا المية ما يتحرقش. وطبعا ده محتاج لمقاومة عالية، ما احنا بنشوف دفايات بتشتغل بسلك تنجستين وما بتتحرقش، بس عشان دي بتبقى مقاومتها اعلى شوية من مقاومة الهيترات اللي هي في الكاتلات. في يا جماعة الدفاية بمروحة، يعني في دفاية صغيرة كده موجودة من زمان وبتسلط عليها مروحة بتطلع هواء سخن، نتيجة ان الهواء او المروحة بتبرد في ايه، في الهيتر، فبتطلع هواء سخن. طبعا احد اسباب تلف هذه هو ان بوظان المروحة ذات نفسه، بدل توقفت المروحة السخان بيفضل درجة حرارته بتعلى، وخصوصا لو الثرموستات تلفة ما بتفصلش، او ان الثرموستات ذات نفسها يعني لا هي يعني تلفة ما بتفصلش، فيفضل شغال على طول. طبعا لو احنا صلحنا المروحة هتشتغل الدفاية. احيانا اخرى لما بجيب اغير السلك بتاعها ما بركبوش صح، او اني ركبه يعني ما ركبوش بنفس الطول، او يكون طويل شوية عشان ايه ما يتلفش، او ان انا اقرب السلك ده من بعضه او الحلقات دي من بعضها. دي حاجات بتتلف المروحة والدفايات. تاني حاجة ان انا ركب لها سلك اكبر، سلك تنجستين زي ده او النيكل كروم اكبر من اللي هي متركبة فيه، طبعا ده هيسحب كهرباء اكتر، هيحمل اكتر على الاسلاك بتاعت المروحة، هيفصل المروحة وتبوظ، واحتمال كمان يبوظ معاه السلك دوت. فاضل حاجة يا جماعة سبعة، تلف هيترات السشوار. طبعا تلف هيترات السشوار او فكرة عمل السشوار عبارة عن سلك تنجستين ملفوف على ورق مقاوم بيستحمل درجة الحرارة، بيبقى على هيئة صليب كده يا جماعة، كده وكده يعني، وملفوف كده على هيئة واخد شكل الدايرة، ويبقى فيه تقريبا ملفين. طبعا نتيجة التلف نتيجة ان المروحة، اولا تتوقف المروحة ده يتلفه على طول، ويخلي الاستشوار يسيح كمان، لانها ترتفع درجة حرارته وهتبقى جوه درجة الحرارة العالية. تاني حاجة ساعات بنستخسر يا جماعة، ما بيجي سلك التنجستين ده باظ، ده احنا ما بنغيروش، ده احنا نلاقي حتة مقطوعة هنا وحتة مقطوعة هنا، يروح موصلين كده
فنلغي كل الجزء ده. فطبعا كده اولا هيبوظ الموتور، موتور المروحه، لان الموتور بتاع المروحه بيتغذى من الفولت ده، فلازم دي تكون على مقاومه معينه عشان يوصل للمروحه الفولت المظبوط اللي هو يشغلها او الموتور بتاع المروحه. فاحنا لما بنقص جزء من السلك ده احنا بنقول للمروحه انت هتتحرقي، او الموتور انت هتتحرق، لان انا بختصر جزء من السلك ده وبختصر المقاومه وبزود الفولت اللي هيمر بقى من هنا، لان انا شلت جزء من المقاومه دي. فلما اجي اغير يا جماعه السلك اغيره بيبقى فيه يعني ملفوف جاهز يكون نفس عدد او مقاومه السلك القديم. طبعا يا جماعه في عنصر اساسي مهم جدا لجميع انواع الاجهزه اللي بتشتغل بالهيترات، وهي الثيرموستات، ضابط الحراره او اكره الحراره زي ما البعض بيسميها. ده اللي بيظبط درجه حراره الحاجه على نفسها. طبعا من الحاجات اللي بتتلف الهيترات الميه، او الميه اللي تديله اثناء التسخين، اثناء ما هو شغال نقطه ميه حاجه ترطش عليه، فيجب بعد الميه على السخانات اللي زي دي. تاني حاجه ممكن تيجي عليه ميه وهو مقفول، فده بيصدي، ده بيصدي، فطبعا بيبقى في حاله ضعيفه جدا، وممكن اول ما توصل له كهرباء يروح ضارب عند النقط اللي احنا قلنا اللي هي صاد دي يا جماعه، لانها في حاله بقى ضعيفه جدا ومش هتتوهج وهيبوظ. ارجو ان انا طبعا كل الهيترات يا جماعه كلها ديك موجوده، طبعا اللي عايز يجيب السخ ده الهيترات دي يعني في حدود 10 جنيه دلوقتي مش سيئلي، باختلاف الحاج كل ما يعلى الوقت كل ما هيبقى اغلى، موجود في شارع كلوت بيك. ارجو ان اكون ما نسيتش حاجه، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.